أرحب بالمطران الحبيب هرمز، مطران الكنيسة الكلدانية، ينضم إلينا من البصرة. أهلا وسهلا بك معنا. يعني بداية، كيف تقرأ تصريحات البابا فرانسيس ودعوته أيضا إلى وقف القتال والاضطهاد للمسيحيين في العراق؟ شكرا جزيلا لتلفزيون المملكة. زيارته هي لأجل مرافقة العراقيين عموما والمسيحيين خصوصا لنوع من التضامن، سوليداريتي، وإحياء حياة الحوار والعيش المشترك. وهي محاولة كانت تتكرر، ولكن هذه أول مرة، لأنه يزور بابا العراق خلال 2000 سنة. فنأمل أن يستجيب المسؤولين في هذا البلد لهذا النداء ويبدو صفحة جديدة. كما تعلمون نحن نعاني كثير بسبب ماذا يحصل، فمحتاجين إلى نهضة فكرية وعودة الوعي ويقظة العقل والتحكيم للعقل ونبذ الطائفية والاعتماد على المواطنة حتى يكون هناك رجاء للجيل الجديد. يعني من خلال كلمة البابا الفاتيكان ومن خلال هذه الزيارة التي تمت رغم الصعوبات الأمنية التي تتجسد في العراق الآن، وأيضا صعوبات أخرى تتمثل في مسألة كورونا، ما هي الرسائل برأيك التي يحملها البابا بهذه الزيارة إلى مسيحيي العراق تحديدا والشرق بشكل عام؟ يعني هي بالبداية هي رسالة حب وسلام. الحب والسلام اليوم صعب عند السياسيين الذين يبحثون عن التخندق الطائفي والمحاصصة والمصالح الشخصية. اليوم العراق والعالم كله وحتى الدول العربية بحاجة إلى الوحدة، بحاجة إلى الاحترام الاختلافات، بحاجة إلى قبول الآخر، بحاجة إلى تجاوز العقد القديمة، بحاجة إلى فتح نوافذ للهواء النقي، لأن كثير أكو هواء فاسد اليوم في المؤسسات. فهو يسعى وعنده رجاء هذا الشيء، ونأمل نحن أيضا كمسيحيين لدينا دائما إيمان بالرجاء، بأن الخير يغلب الشر، وبأن الشر والأعمال الشريرة ستولد شر، فالعنف يولد العنف. وكما لاحظنا في هجمات داعش أنه كانت النتيجة خراب فقط، وياريت لو كان هؤلاء عادوا إلى لغة الحب وقبول الآخر والمرافقة والانفتاح وتطلع إلى الحياة وقراءة علامات الأزمنة وتجاوز كل ما هو يسيء إلى كرامة الشخص البشري. كرامة الإنسان اليوم مهانة، كرامة المرأة، كرامة الطفل، وحتى الطبيعة تهان في هذا البلد. نعم، يعني البابا فرانسيس يزور المرجعية الشيعية وسيلتقي بعلي السيستاني، برأيك يعني ما هي الأهمية التي سيحملها هذا اللقاء؟ أكيد، لأنه هو زيارته روحية. يعني هو القداسة البابا ليس رجل سياسة، هو رجل روحاني يقود مؤسسة كنسية كاثوليكية لربما خمس سكان العالم. فعندما يلتقي بالمرجعيات ليس فقط السيد علي السيستاني، لأن غدا سيكون لدينا لقاء صلاة في أور، سيكون هناك أيضا رئيس للمكون الصابئي، وهكذا هناك مكونات أخرى مثل الإيزيدية. واليوم السيد علي السيستاني الكل متفق أنه هو مصدر للحكمة، يعني منذ سنة 2003 لحد الآن من خلال محاولاته لتغليب مصلحة الشعب العراقي على المصالح الأخرى وتجنيب العراق ويلات التدخلات الخارجية والفساد
وكما نعلم بأن رجال الدين يعني لديهم هذا الصوت اللي مثل كان صوت النبي يوحنا في جبل الأردن، في برية الأردن، كان صوت صارخ في البرية، فنأمل أنه يسمعون هذا الصوت. بما أنك تتحدث عن تغليب مصلحة المواطنين العراقيين، وتحدثت أيضا أن هذه الزيارة تحمل للسياسيين معنى السلام الذي كما يعني عبرت عنها، وأنه يصعب عليهم يعني الإحساس بمدى عمق هذا المعنى، هل من الممكن أو إلى أي مدى من الممكن أن تفتح هذه الزيارة للبابا إلى العراق المجال أمام عودة المهاجرين المسيحيين من الخارج العراق بخطوات لربما عملية يمكن أن يقوم بها ساسة العراق؟ هذا ليس بالسهل، لأن المشكلة متجذرة لسنين وسنين في هذا البلد. يعني تعلمون الذي حصل بسبب الحرب العراقية الإيرانية، ثم بسبب الحرب في الكويت، وبسبب الحصار علينا والغزو الأمريكي سنة 2003. فاليوم صار عندنا أجيال يعني جديدة اليوم في الخارج. هؤلاء من الصعب إذا ما يتأكدون بأنه في العراق هناك دولة قوية، دولة القانون، أن يفعل القانون والسلطة في الشارع، تجنيب العراق مأساة المحاصصة الطائفية والتشتت أو انتشار الأسلحة في كل مكان، وضعف أجهزة الدورة المركزية. إذا هذه وجدت، إضافة إلى محاولة إعادة البنى التحتية للبلد المتهالك، وأن يكون هناك المواطنة، يعني يكون القانون بنفس المسافة من جميع المواطنين، بذاك الوقت ممكن أن المهاجر أن يفكر أن يأتي إلى هذا البلد، وإلا ما أعتقد سيفكر. يعني برأيك الأولوية الآن تأثير، إذا كان لهذه الزيارة تأثير عملي على إعادة إعمار العراق، هي الأولوية الآن برأيك إعمار العراق، وأيضا من ضمنها أكيد من المؤكد الكنائس المدمرة بسبب الحرب؟ هو هذا صحيح، ولكن لا يكفي إعمار العقل. إحنا مشكلة عندنا أزمة عقل، عندنا أزمة وعي، عندنا أزمة حب، عندنا أزمة تقييد الناس. اليوم الناس يعني تلاحظون بوسائل الإعلام كيف أن الشباب يثورون في مظاهرات، يبحثون عن الرجاء، يبحثون عن الحب، يبحثون عن الوطن، ليس فقط إعمار كنيسة. وما الفائدة من إعمار الكنيسة؟ اليوم في العراق يقال بأن هناك مليوني رجل أمن لأجل 40 مليون عراقي، كان ممكن أن يكون الوضع غير شكل. العراق بحاجة اليوم إلى العدالة الاجتماعية، بحاجة إلى العدالة التوزيعية، بحاجة إلى أن يشعر المواطن بأن هذا بلده، لا يكون رجوعه إلى شيخ أو إلى رجل دين فقط ولا يهتم بما يحصل في العراق. هذا يتطلب مثل ما ذكرت الإرادة الصالحة لدى السياسيين، يتطلب الصدق في التعامل مع الناس حتى يكسبون الناس، حتى يقدرون أن يكون عندهم مصداقية في أفعالهم. يعني ما فائدة الأقوال بدون أفعال؟ الأفعال هي التي تحكم. فلذلك زيارة قداسة البابا هي نوع من يعني خلينا نقول حد سيف ذو حدين. نعم. يا إما أن العراق يكون لديه بداية جديدة أو هذا البلد سينتهي. فلدينا دائما كروحانيين الإيمان بأن الله لا يترك شعبه، وأن الأديان الإبراهيمية هي بالأصل يجب عليها أن تلتقي، اليهودية والإسلام والمسيحية، من أجل خدمة الإنسان. أشكرك جزيل الشكر مطران الكنيسة الكلدانية في جنوب العراق السيد حبيب هرمز، كنت معنا من البصرة.